بيك. مرحبا بيك وبالمستمعين. مرحبا بك سي عبد الرزاق. اليوم تصحيح المسار من حالة الاستثناء إلى حالة إلى أجل لاحق أو إلى الإشعار إلى حتى إشعار آخر، يعني بدون سقف زمني. هل ما زلنا تحت سقف الدستور أم سيء معناه خرجنا من الدستور منذ يوم 25 جويلية؟ يبدو أن هذا السقف يتمدد ويتوسع ويسحب بحسب الظرف السياسي. نحن إذا ما قدرنا أو إذا ما نظرنا إلى التأسيس الدستوري لكل المرحلة، زلت أعتبر إلى حد اليوم أنا وثلة من رجال القانون أن هذا التأسيس الدستوري يبقى تأسيسا متزنا مختلا في أكثر من وجه، وأنه بالطبع هذا له ترتباته وآثاره وإذا واعتباراته ومحاذيره وإكراهاته على المستوى الدستوري. ونحن نشهد اليوم نوعا ما من ما كنا نبهنا إليه سابقا من استدامة حالة الاستثناء. وبالطبع الاستدامة قد تجد لها أساسا دستوريا باعتبار أنه المسألة إذا ما أردنا في نوع ما من الليونة التعامل مع النص 80 أن الاستدامة تجد لها إذن أساسا فيما يتعلق بزوال الأسباب التي دعت إلى اعتماد التدابير الاستثنائية. نعم. غير أن الاستدامة هنا تعاني من إخلالات، وهذه الإخلالات تفتح على منزلقات وانزلاقات ممكنة. ف إن تمديد حالة الاستثناء دون ضابط زمني، وإن كان يمكن أن يبرر أو يجد أساسا دستوريا له، فهو يعتبر من باب الأخذ من الكتاب بشيء وترك الباقي منه. فمنطق الفصل 80 يقوم على بقاء الدستور كسلطة رقابية وكطرف في الرقابة على وجهة استمرار حالة الاستثناء، والحال أن قرارات 25 جويلية علقته بل واعتبرته واعتبرت حله من باب التدابير الاستثنائية في مفارقة غريبة. ثم أن المحكمة الدستورية الهيكل الرقيب على وجهة الاستمرارية هي في حد ذاتها أيضا غير موجودة. فنحن إذن إزاء استدامة دون توفر ضمانات قانونية وضمانات تسمح بممارسة الرقابة واليقظة على الإجراءات. نعم. وهذا هو معنى الاستتباع الرئيسي في تقديري لإجراءات يوم أمس المتعلقة بالتمديد، وهو أن التمديد بهذا الشكل يخالف مبدأ جوهريا في القانون الدستوري، هو مبدأ الدولة القانون، وهو يخالف أيضا مبدأ متضمنا هو المبدأ المخفي من مسألة التدابير الاستثنائية، وهو أنها تدابير يجب أن تبقى في حدود المستثنى وليس ولا يمكن أن تتحول إلى حدود الدائم المخفي أو الدائم الضمني. وهذا هو الجانب إذن الذي أرى فيه أستاذ الرئيس الجمهورية بأن الفصل 80 قد ابتلع الدستور أو هو يكاد أن يبتلعه كأنه بمثابة الثقب الأسود الدستوري الذي سيبتلعه كل شيء. نعم، الرئيس الجمهورية في عديد المناسبات اعتبر أن دستور 2014 هو سبب الأزمة، وهذا تقريبا ما يردده فقهاؤه الدستوريين. دونك يعني تقريبا بدينا نتحدث على انتهاء العمل بدستور 27 جانفي، وكأنه أيضا الرئيس بدأ يحذر في تنظيم مؤقت للسلطات العمومية يعوض به دستور 2014 إلى حين ربما إجراء استفتاء على دستور جديد. أنا أقول ومن قال أن دستور 2014 يطبق حاليا، لأنه المعنى في أي دستور هو ما يسمى بالدستور السياسي، والدستور السياسي قائم على وجود المؤسسات واحترام المبادئ الناظمة للمؤسسات،
منذ اليوم الذي جمعت فيه السلطات موجب قرارات 25 جويلية، إذن نحن عطلنا مؤسسة تشريعية هي المؤسسة الأم في النظام البرلماني التونسي. بالطبع نحن نتحدث هنا على المستوى الدستوري دون أن ننسى الأزمة التي كانت في جزء منها أزمة حقيقية وكلمة حق حقيقية. نعود ونقول أنه جاءت 25 جويلية عطلت المؤسسة التشريعية، جعلت من القضاء ومن النيابة العمومية إذن تحت سلطة رئيس الجمهورية، حولت السلطة التنفيذية من سلطة ثنائية إلى سلطة أحادية. إذن ماذا بقي من الهندسة الدستورية للنظام السياسي أو ما يسمى بالدستور السياسي في تونس؟ لم يبقى شيء. وما عبرت عنه في تصريح سابق في ذات اليوم لوكالة تونس أفريقيا الأنباء بالقول بأن دستور 2014 قد علق وأنه لم يعد له بهذا المعنى وجود، فقد أكل أو أكله الفصل 80 على شكلة ما يقال أن الحمار قد أكل الدستور. وهنا ننبه من جديد إلى أن الفصل 80 يكاد إذن يتخلص وسيشكل في تقديري المدخل لتعليق صريح من السلطة السياسية لدستور 2014 والإبقاء بالأساس على الفصول التي ستمهد لاحقا للاستفتاء بعنوان الفصل 3 من الدستور. وقد يكون هذا التعليق جزئيا أو كليا، ولكن ما سيبقى سيشكل مجرد مداخل خلفية كما يقال في لغة لغة الانفورماتيك العالمية للتخلص من دستور 2014. هو البعض بدأ يحكي على تجاوز القراءة الشكلانية للنص الدستوري، بدنا نحكيه اليوم على المشروعية الشعبية التي تعوض ربما المشروعية الدستورية، بدنا نحكيه على التفويض الشعبي ونحكيه على المبادئ الفوق دستورية. يعني تقريبا هذه المخرجات اليوم وهذه الفتاوى انتع بعض فقهاء القانون الدستوري لتجاوز الدستور والنص الدستوري. شوف، هذا المنطق يقوم على مماثلة بين ما جرى غداة 2011 وما جرى يوم 25 جويلية، وأننا هذا يقوم في تقديري على وهم أو مغالطة حقيقية. هذه المغالطة لا تعني أننا لم نشهد من 2011 إلى يوم الناس إذن أزمة حقيقية ووظيفية للنظام السياسي التونسي، وأزمة في أداء المؤسسات، وأزمة في أداء الأحزاب، وأزمة في أداء الإعلام، وأزمة في كل شيء. ولكن أن نماثل بين ما قبل 2011 وما بعد 2011 يعني أننا نغيب عشرية فيها انتخابات ديمقراطية، فيها فضاء تعددي، فيها مؤسسات منتخبة ومفوضة، فيها أخطاء. ولكن أيضا لا يمكن أن نذهب إلى اتجاه الحديث عن المشروعية والشرعية هنا حتى الوصول إلى الحديث عن رفع القرآن فوق الحراب كما تم في وقت ما، إلى رفع الدستور فوق الرماح إذن كصورة مشبهة. إذن هذا مسألة. مسألة ثانية أن الحديث عن مبادئ الفوق الدستورية لا يمكن أن تتجاوز سقف المؤسسات المنتخبة والتقسيم الدستوري للسلطات، ولمن شاء العودة إلى المبادئ فوق الدستورية فإنه عليه أن يتأملها مليا في الفقه الدستوري الفرنسي ليصل إلى هذه الاستخلاصات، وأن يحدد بالضبط متى تطبق ومتى لا تطبق. اليوم في كل الأحوال ثمت واقع ما بعد 25 جويلية يجب أن نستخلص دروسه، لأنه فيه دروس حقيقية فيما يتعلق بوظائف النظام السياسي، فيما يتعلق
تقييم النص الدستوري فيما يتعلق وإذا تحول إلى شيطنة كل 2011 إلى 2021، هذا منطق فيه الكثير من المبالغة. نعم شكرا. الاستخلاصات يجب أن تقوم على مقاربة تشاركية، على مقاربة إذا تبادلية، على مقاربة ضمن برنامج أهداف وضمن خريطة طريق نجدها في الأدبيات السياسية وفي الممارسات السياسية وليس في كتب الجغرافيا، وعلى أنه لا يمكن أن نتحول بكل المسار إلى رؤية شخصية أو فردية مهما كان الشخص إذا قابلا للوثوق به، وإذا مثالا الأخلاق والعفة والنقاوة والطهورية، فإنه في كل أحوال الحكم هو حكم المؤسسات ويجب أن يعود إلى المؤسسات. نعم. المؤسسات التي تحاسب، المؤسسات التي تعمل وفق القانون وتعمل كما يعترض عليها القانون. نعم. دون أن نجنح إلى حلول أو تصورات على قيمتها وعلى نصاعاتها الأخلاقية وعلى مثاليتها السياسية وعلى مقبوليتها الشعبية، قد تكون بابا لمحاور أو بابا لطريق غير معبد ومحفوف بالمخاطر. نعم. فكما يقال أنه عادة الطريق المعبد بالنوايا الطيبة لا يقود بالضرورة إلى الجنة. واضح. شكرا لك أستاذ القانون الدستوري السيد عبد الرزاق المختار.